الله الرحمن الرحيم. كله جاهز معايا يا جماعة؟ يا يلا مصطفى لسه. مراجعة عامة على ايه يا جماعة؟ على الترمين، مع ربط بمين؟ بدرس المراجعة بتاع النهاردة ان شاء الله. اوكي يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جميل واتكرر كتير في المحافظات. سالب واحد أس ستة اجمعه مع سالب واحد أس سبعة. يجي ولد يقول ياه دي نعملها على الآلة، ولا آلة ولا حاجة. طالما الأساس واحد، الأساس واحد نقدر نعملها ببساطة. الواحد لو اتكرر مليار مرة، واحد أس مليار بواحد. ليه؟ واحد في واحد في واحد في واحد بواحد. أمال النقطة الجديدة إيه؟ السوالب. تقوم تسنيم تقولي الواحد أس أي حاجة بواحد، والسالب ده عشان أس زوجي يختفي، يذوب في الماء بلغة العلوم، يذوب ويختفي خلاص. طب نعمل علامة زائد اللي هي دي، الواحد أس سبعة بواحد، بس السالب الأس فردي يفضل على قلبنا. آسف أني قلت اكتب سبعة بقول بواحد، السالب منه فردي يفضل على قلبنا. طب يجي ولد يقول لي مش عيب يا مستر حامد، الموجة وراها سالب تكتبها كده. أقول له حقك عليا، أنا آسف، نعمل طبق. طب ولو مستر، ولو تسنيم ما عملتش طبق؟ إجابتك صح يا تسنيم، بس الشياكة والأناقة في كتابة الرياضيات تستدعي إن أنا أعمل العلامة القوسين. هنا يا علي كسب جنيه، هنا خسر جنيه، يبقى الناتج النهائي كام يا شطار؟ صفر. بالله عليكم صعبة. الواحد لو أس زوجي يذوب في الماء ويختفي، لو أس فردي يبقى سالب واحد. يعني لو هنا تسعة سالب واحد، لو هنا تمانية عشر اتناشر ستاشر زوجي يبقى بواحد. أوكي يا جماعة؟ أوكي. المسألة دي والله العظيم مهمة جدا. التانية يا أولاد، تلاتة سين بتساوي سالب تسعة، فما قيمة سين؟ ها مين اللي مغلس؟ الثلاثة هساوي تلاتة على التلاتة. امشي امشي، اتبقى السين على ده تلاتة هساوي سالب تلاتة. يقوم يجي الواد هاني يقول لي مستر حامد اقول مجموعة الحل تساوي كذا، اقول له لا مش شرط. اشمعنى يا مستر؟ انت معودنا على كده. اقول له لما يقول لك حل المعادلة. مستر هو حضرتك هتصور دول؟ هصور يا حبيبتي كله، امال ايه؟ هنضيع المجهود بتاعنا ده كله؟ امال ايه؟ وللعلم كمان بسجل الحلقة فيديو. مستر اوكي يلا ولاد، يبقى س بكام يا جماعة؟ بسالب تلاتة. بسالب تلاتة. مش مجموعة الحل، لأن عمه قال لك هات قيمة س ويمشي. شكرا. ما قالش حل المعادلة. اللي بعده سؤال جميل يا وادي علوة. واحد على سبعة أس ستة في سبعة أس ستة، هي الأكبر ولا الواحد؟ الصحيح اللي يشوفها يتجعز. لكن لو أنت ركزت كده، الله مش الأخ ده شبه الأخ ده بالظبط، يبقى ده يطير مع ده يطيرهم، اتبقى واحد وواحد يبقى علامة. طيب سؤال تاني، مساحة الدائرة كلنا حافظينها لكن الراجل مش عايزك تسمعها. امال عمل باي وساب لك زميلتها فاضيه، يبقى عايز نصها. باي ايه؟ نقي تربيع. باي نقي تربيع. طب ولما بتتفك باي في نقي باي في نقي صح. كلام جميل، ما اقدرش اقول حاجه عنه. الثانيه جاهزين يا حبايبي؟ انا عن نفسي مستر حامد، انا عن نفسي مستر حامد بحبه جدا والله العظيم. اهو سؤال يحبه مستر حامد اهو. ايه هو السؤال اللي بيحبه مستر حامد؟ بحبهم لانهم فيهم تشغيل مخ. يقول لك ايه؟ ثلاث جزئيات يا نسومه. يقول لك تعرف تقول لي مساحه الوجه الواحد، مساحه الوجه الواحد في المكعب تطلع كام على كام من الجانبية؟ كام على كام؟ اتنين على تلاتة؟ لا،
في واحدة اتنين على التلاتة. مش ده وجه. مش مفرد. جميل. الله عليك، تسلم رجليك. الوجه وش، يبقى بواحد. والجانبية يا علي حيطة، اتنين تلاتة اربعة، يبقى واحد على اربعة. شغل مخك تلاقيها جت. طب هات اختها مستر. مساحة الوجه الواحد المكعب بتساوي كام على كام من المساحة الكلية؟ الله عليكي، واحد على ستة. ليه علي هنا ستة؟ عشان الكلية ست وشوش. ليه هنا أربعة؟ عشان الجانبية أربع وشوش. بالله عليكم يا جماعة، صعبة؟ سهلة. أمال اللي البيت نسومة تقصدها أن هي دي المساحة الجانبية إلى المساحة الكلية. تسنيم قالت اتنين على تلاتة وإجابتها صحيحة. يجي الواد علي يقول لي إيه؟ يا مستر جات إزاي، أنا مانيش فاهمها. أقول له هي الجانبية كم حيطة يا علي؟ يقول لي أربعة. والكلية كام؟ يقول لي ستة. أقول له تسنيم اختصرت. على الاتنين فيها الاتنين. على الاتنين فيها التلاتة. بالله عليكم يا ولاد، صعبة ولا سهلة؟ سهلة ماشي. كله يبص لي في الكاميرا. نعم يا مستر. لو الكلية إلى الجانبية كم إلى كام؟ لو تلاتة إلى اتنين. تلاتة إلى اتنين، لأن الجانبية أصغر. قولوا بقى ورايا، الوجه إلى الجانبية. الوجه إلى الجانبية. واحد على أربعة. واحد على أربعة. الوجه إلى الكلية. الوجه إلى الكلية. واحد على ستة. واحد على ستة. الجانبية إلى الكلية. الجانبية إلى الكلية. اثنين إلى تلاتة. اثنين إلى تلاتة. الكلية إلى الجانبية. الكلية إلى الجانبية. ثلاثة إلى اثنين. ثلاثة إلى اثنين. لحد كده ماشيين حلو يا ولاد؟ طيب طيب، أفكركم بإيه؟ بمفاهيم هامة في الاحتمال. مفاهيم هامة جدا جدا. مين فاكر بتاع الكنافة؟ فاكرين؟ فضاء الإيه؟ فضاء العينة. فضاء العينة. بالبلدي كل الإجابات اللي ممكن تطلع. كل الإجابات ممكن. كل ما تتخيله في الإجابة. طب أقولها إزاي في الامتحان بتاع الكنافة؟ هو مجموعة جميع النواتج الممكنة. جميع النواتج الممكنة. التجربة العشوائية. الله يفتح عليكم يا ولاد، والله أسعدتموني. يلا ملوني كده تاني. هو مجموعة. هو مجموعة محمد هاني. يقول لوحده محمد هاني. يلا هاني لوحده. هي مجموعة كل الأعداد الممكنة للتجربة العشوائية. لا اقراها صح يا حمادة. يا مستر. هي مجموعة كل الأعداد. يا حبيب قلبي مش أعداد، نواتج. جميع النواتج. جميع النواتج الممكنة للتجربة العشوائية. جميل. قول يا اياد. هي مجموعة جميع النواتج الممكنة للتجربة العشوائية. مستر انا ممكن ما كنتش عارف مسألة كده لفظية، ممكن اقولها لك؟ ابعتها لي يا حبيب قلبي. ماشي. ونحلها في الحلقة. يلا ولاد، ما معنى الحدث؟ حدث ده اجابة من الاجابات، اجابة واحدة. يبقى نقول لي على ايه؟ فاكرين كنت اعمل عليه كده؟ هو اي. هو اي. يعني بتقوله باهمال قوي، باستهتاء. هو اي نتيجة. قولوا معايا. هو اي. هو اي نتيجة. تحصل عليها. تحصل عليها من التجربة العشوائية. كلام جميل. قولي يا منا تاني. منا يلا تاني. هو اي نتيجة نحصل عليها من التجربة العشوائية. جميل، اشكرك. طب كان في حاجة مهمة قوي ومنا مصطفى أو منا حسن قالتها، فاكرين؟ قلت لكم امبارح أهي. أكبر من أو يساوي الصفر وأصغر من أو يساوي الواحد. دي من دي متباينة الحدث. متباينة الحدث. يعني إيه متباينة؟ يعني محصورة بين كم وكم، بتلعب بين مين ومين. خلاص.
طيب صادي الأم عبارة عن 3 أولاد، عايز رزان. يلا رزان موجودة؟ طب موجودة ماما يلا رزان. صادي الأم معاها 3 أولاد، مين هم؟ صاد الموجبة ومجموعة صفر وصاد السالبة. الله عليكي، برافو عليكي. طب لو أنا عايزها بولدين مروة، نضم مين ومين يا مروة؟ يا مروة. طب محمد هاني؟ نضم صاد الموجبة مع الصفر. يبقى اسمهم ايه حبيبي؟ طاق. وهناك صاد السالبة زي ما هي. صعبة ولاد ولا سهلة؟ سهلة سهلة يا مستر. المفاهيم مهمة جدا. أوكي. يلا حبايبي جاهزين؟ كان عندنا برضو تابع المفاهيم المهمة، تابع المفاهيم الهامة. كان في تعريفين جمال، تعريف مين؟ المعادلة والمتباينة. مين حافظ المعادلة؟ هي جملة رياضية. واحد بس، واحد بس. لا لوجي. ها، هي مجموعة رياضية تتضمن، هي جملة رياضية تتضمن يعني من 6 تساوي بين عبارتين رياضيتين. قولي تاني يا لوجي. هي جملة رياضية تتضمن علامة التساوي بين عبارتين رياضيتين. قولي يا تسنيم. هي جملة رياضية تتضمن علامة التساوي بين عبارتين رياضيتين. قولي يا علي. هي جملة رياضية تتضمن. يلا يا علوة. مستر علاقة تساوي بين عبارتين رياضيتين. تساوي يا علي في المعادلة. طب المتباينة علاقة ايه؟ التباين. يبقى نفس التعريف ولا مش نفس التعريف؟ نفسه. مع اختلاف كلمة واحدة. قولوا رأي، قولوا ورد ورد. هي جملة رياضية. هي جملة رياضية. تتضمن. تضمن علامة التباين. علامة التباين. عبارتين ايه؟ رياضيتين. طب مين جدع يقول لي الدرس ده وده كان فيه تعريفين كمان، حد فاكرهم مين هم؟ افكركم بيانات التعويض والحل. أفكركم مجموعة التعويض هي المجموعة اللي أنا أقعد أجرب الأرقام وأشوف مين اللي فيهم نجح يعني، ويطلع الإجابة جواهم، الإجابة مستخبية جواهم. كان إيه التعريف بقى؟ هي المجموعة التي ينتمي إليها المجهول أو الرمز في المعادلة أو المتباينة. هقول ورايا، هي المجموعة، هي المجموعة التي ينتمي إليها، التي ينتمي إليها المجهول أو الرمز، المجهول أو الرمز المعادلة أو المتباينة، المعادلة أو المتباينة. محمد هاني يقول يلا بسرعة. هي المجموعة التي ينتمي إليها المجهول أو الرمز في المعادلة أو المتباينة. تسنيم. المجموعة التي ينتمي إليها المجهول أو الرمز في المعادلة أو المتباينة. لوجي وبعدين إياد. هي المجموعة التي ينتمي إليها المجهول أو الرمز في المعادلة أو المتباينة. يلا يا إياد. هي مجموعة التي ينتمي إليها. هي مجموعة أو الرمز في المعادلة أو المتباينة. نيجي لمجموعة الحل يا منى. مجموعة الحل يعني اللي نجحت، يعني اللي فيها الإجابة. هي المجموعة التي تحقق عناصرها
المعادلة أو المتباينة. المتباينة ورايا هي المجموعة، هي المجموعة التي تحقق عناصرها، التي تحقق عناصرها. المعادلة أو المتباينة، المعادلة المتباينة. كمان مرة أسمع منك يا شطار سوا. هي المعادلة. يلا يا رزان، اقري يا رزان. المتباينة. رزان بسرعة يا ولاد. اسر وانا ممكن اقراها كلها. يلا يا رزان. ممكن انا؟ بقول رزان يا جماعة، محدش يقول لي ممكن أنا. طب علي، هي المجموعة التي تحقق عناصرها عناصر المعادلة والمتباينة. ياسين موجود؟ ياسين أيوة موجود. نعم يا مرحبا. قول نعم يا ياسين. يلا قول يا حبيبي. المعادلة هي جملة لا رياضية. لا مش المعادلة، مش المعادلة، مجموعة الحل يا ياسين الأخيرة. مجموعة الحل هي المجموعة، المجموعة التي تحقق عناصرها، عناصرها المعادلة أو المتباينة. المعادلة أو المتباينة. منا حسن، يلا منا. مجموعة الحل هي المجموعة التي يحقق عناصرها المعادلة أو المتباينة. خلاص أنا صورتهم لكم يا ولاد. أوكي بس لو أنا ممكن أقرأهم كلهم عشان في حاجات تانية. تدريب مقياس الرسم، كله يركز معايا في مسألة مين. بعتلك المسألة. حاضر يا حبيبي أشوفها. تدريب مقياس الرسم. يلا ولاد، رسمت خريطة، طبعا لازم سؤال في الامتحان. بمقياس إيه يا واد يا علوة؟ بمقياس رسم واحد ربعمائة ألف، وكان الطول على الخريطة 7 سنتي، فما الطول مين يا جماعة؟ الطول الحقيقي. صفر. صفر. مين اللي قال لك إنه صفر؟ مين اللي قال لك يا مستر إنه صفر؟ هيقول لي بالكيلو متر. مين يقول لي القانون اللي بنحل بيه؟ مين إلى مين؟ الرسم إلى حقيقي. وادي حقيقي، ونحط في النص علامة إلى، ونودي كل واحد عندي بيته. وادي 400. نوقف صوتك. لوجي لوجي لوجي، وطي صوتك يا لوجي. وهنا علامة استفهام، ونجيب الناقص بطريق المقص. طب العنوان من فوق علامة الاستفهام، يبقى اسمه الطول الحقيقي. الطول الحقيقي المقص المليان 7 فيه 7. الولد المستعجل هيحط الواحد فيه، وننزل الواحد تحت الأربعة، والولد الشاطر يحطه هنا 5 صفار 28 دول مع دول 7 4 28 لكيلو. انا حطيت 5 اصفار هدية. جاهزين تحلهم؟ يلا استعدهم. يلا السؤال بتاعكم. يلا علوة تدريب. لسه انا ورايا حاجات يا مستر، ما نزلتش الحل بتاعي على الجروب. بتاع مين؟ انا. انت مين؟ منا. استني بس. منا. منا مين؟ منا مصطفى. انا نزلت واحد صح؟ ابص عليه واشوف، ابص عليه واشوف يستحق ولا لا. انا هنزل الحاجه يعني اللي هي اللي بصم اللي هي التوب يعني، اتفقنا؟ عايز بقى توبات ان شاء الله المجموعه كلها تنزل. يلا حبايبي رسم بمقياس رسم واحد الى 500 ألف، وكان الطول على الخريطة 9 سنتيمتر،
فما الطول الحقيقي بالكيلو متر؟ دي الأولى. الثانية 4 س بتساوي سالب 16، فما قيمة؟ دي معادلة صح؟ الثانية آه. الثالثة ضع في أبسط صورة مسألتين ألف ب. الأولى 4.5 متر ومية وخمسين سنتي، الثانية 2.5 كيلو جرام وألف وخمسمية جرام. ابدأ الحل، قدامنا 4 دقايق. كله يقفل المايك ويركز في الحل. يلا شطار. مستر انا هبعت دلوقتي. ماشي يا منى، يلا حبيبتي. انا في رقم ب. ما شاء الله منى بعتت، واياد اهو. التمييز يا اياد. 45 ايه يا حبيبي؟ محمد هاني ما شاء الله، بس 2.5 كيلو في تحويل يا حمادة. منا مصطفى ما شاء الله حل نموذجي كله ما شاء الله يا حبيبتي. ايه مستر رقم طب يا مستر وترتيب الاختبار. منا حسن جميل جدا. حاضر يا حبيبتي، حاضر يا منا من عينيا. تسنيم ما شاء الله يا تسنيم، في غلطة صغننة بس يا تسنيم. في الأولانية المقص المليان 9 × 500 ألف. بص كده في المسألة. آه. صح كده حبيبتي؟ يلا الباقي فين؟ بشكركم على الحل الجميل ده يا ولاد. يلا نستعد للسؤال اللي بعده. عفوا يا مستر انا بعت. والله اشوفه يا حبيبتي. مستر لوجي وصلت يا لوجي، اجاباتك كلها صح يا لوجي ما شاء الله ولا غلطه. السؤال اللي بعده يا جماعه، كله جاهز؟ اه يا مستر. محمد هاني بيقول له حضرتك ممكن تحلهم؟ ما احنا حلينا زيهم يا حماده، ما تخافش. حاجة واقفة معاك؟ أنا عايزة داخل واحدة. حاضر أعملها لك. تدريب هام على التقسيم التناسبي اللي جاي. ماشي؟ محمد هاني كان بتسأل على أنهي مسألة، اللي هي كم إلى كم؟ هي اللي هي دي ولا دي؟ 2.5. أيوه. ماشي يا حبيبي. أهي 2.5 كيلو جرام فاصلة 1500 جرام. نعمل إيه يا جماعة؟ نسيب الجرامات زي ما هي. والكيلو جرام عشان الوحدة الكبيرة تتضرب في 1000. 2.5 × 1000 يا علي ب2500، وهنا 1500 صفرين مع صفرين 25 إلى 5 على 15 على 5 فيها الخمسة على 5 فيها 3 كده ولا سهلة؟ سهلة. طيب بصوا كده في دي يا ولاد، ألف إلى ب، 2 إلى 3. حذر فذر مع بعض. ألف على ألف زائد ب نجيبها إزاي؟ اتنين على اتنين زائد ثلاثة. برافو. بدل الألف يا علي نحط الأولان 2، بدل الألف زائد ب نجمع الحدين. اجمع يبقى فوق خمسة وتحت خمسة. صعبة ولا سهلة؟ سهلة. مسألة برضو مهمة، استعدوا اللي بتاعت التقسيم التناسبي. تمام. يلا حبيب كله جاهز؟ اه يلا تقسيم التناسبي.
يلا. اشترك ثلاثة أشخاص في تجارة. طب نعرف كل واحد دفع كام؟ دفع الأول 1500 جنيه، والتاني 2000 جنيه، والتالت 2500. طب آخر العام يا مستر الناس دي كسبت ولا خسرت؟ آخر العام كان المكسب 1200 جنيه، فما نصيب كل منهم؟ قدامنا قدامنا دقيقتين ثلاثة. يلا أولاد يعني احنا مثلا هنحل دي؟ يلا وارجع احلها انا معاكم. مثلا لو احنا هنقول الفرق ولا لا، كسبانين خسرانين نعمل خانة للمجموع. ايوه حل. يعني احنا هنطرح لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بقول كسبانين او خسرانين خانة مجموع، يبقى نطرح. يلا يلا شطار دقيقة ونحل. ثواني يا مستر. ماشي يا حبيبي. مستر انا بعت. ماشي يا حبيبي اشوف اهو. محمد هاني بعت. ما بسطتش في الاول يا حماده، خلي بالك لازم نبسط المبالغ لابسط صوره. يلا يا ولاد هنبدا الحل. بصوا معايا. طيب يا حبيبتي العنوان هيبقى مين بدام ثلاث اشخاص يا ولاد؟ ها الاول الى الثاني الى الثالث، ونودي المبلغ عند مين؟ عند صاحبه. الاولاني 1500 والثالث 2500، نحذف صفرين مع صفرين ويبقى 15 20 25. امشي يا علي. لا نبسط لابسط صوره. مين جدع يقول لي اصبروا على الكام؟ على الخمسه يا مستر. على الخمسه. على الخمسه فيها الثلاثة. على الخمسه فيها الاربعه. على الخمسه فيها الخمسه. علي يقول ايه؟ الله. خمسه اعداد متتاليه، يبقى التبسيط خلص. نعمل ايه بعد التبسيط؟ نعمل خانة للمجموع ونجمع آخر صف يا علي 12، تحت ال 12 نحط المكسب، بقى عندي برواز مكتمل. نجيب منه إيه يا جماعة؟ ها؟ قيمة الجزء الواحد. الجزء الواحد نقسم مين على مين؟ 1200 على علي فوق، هتطلع الإجابة 100 جنيه. 100 جنيه صح؟ بعد كده نجيب بقى الأول نكتب الأول الثاني والثاني الثالث. الأولاني 100 في 3 ب 300 جنيه، 100 في 4 400 جنيه. ها سواء في المكسب أو الخسارة نعمل خانة للمجموع. المسألة اللي بعدها على مسألة أفكركم، متوازي الأضلاع. فاكرين متوازي الأضلاع؟ آدي متوازي أضلاع أهو. يا مستر أهو. ركز يا إياد أهو. ماشي، ودي جاية كده القطر بتاعها. طب فين البيانات يا مستر؟ البيانات أهي، ده ألف وده ب ودي جيم ودي دال. 7 سنتي هنا، 5 سنتي هنا، 100 درجة وهنا 30 درجة
طب فين المطلوب الأول؟ يلا عايز محمد هاني طول ألف به نجيبه إزاي؟ وقول لي زمايلك قبل ما تجيب البيانات تعمل إيه الأول؟ ندهن الرسمة. نصبغ الرسمة بالأرقام. وعايز كمان طول ألف دال، وعايز قياس زاوية به ألف جيم علي. يلا قبل ما نعمل أي حاجة نملى البيانات. هنا سبعة يبقى دي هنا سبعة فوقها سبعة، هنا خمسة يبقى دي خمسة، هنا مية يبقى دي مية، دي تلاتين يبقى دي تلاتين. فاضل زاوية مستخبية، المكان ده والمكان ده نجيبها ازاي؟ 80 زائد 30 نجمع دي زائد دي ناقص 180 يطلع 50. كده الرسمه تمام التمام. نحط رجل على رجل. فين الف ب؟ اهو مكتوب كام عليه؟ 50 الف ب 5 سم. طب قياس زاويه الدال 100 درجه يا لوجي. لوجي دي 7 حطيت 7، دي 5 حطيت 5، حطيت 100. فاضل دي اجيب اجمع ال 30 مع ال 100 ونقص من 180 يبقى دي 50 وعكسها 50. اوكي ماشي. الف دال، الف دال اللي فوق بكام يا ايه؟ 7 سم. نيجي الاصعب واحده يا علي، ب الف ج زاويه ثلاثيه. نجيب قلم نحطه على به ألف، وقلم نحطه على ألف جيم. مين الزاوية اللي بينهم؟ هتطلع 100. هتطلع كام؟ 30. تاني قلم على ده، قلم على ألف ب، وقلم على ألف جيم، بقت شبه التمانية. مين الركن اللي في التمانية؟ 50. صعبة ولا سهلة؟ سهلا. مستر احنا جينا ال 52 دولت ازاي؟ ما انا قلت لك جارتها 30 وجارتها 100، نجمع دي زائد دي 130 يا بابا، وننقص من 180 يبقى دي 50 يا حبيبي. فهمت؟ نجمع دي زائد دي ناقص 180